أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بالأب توني خضرة رئيس مؤسسة لابورا. أهلا وسهلا فيك يا أبونا، اشتقنا لك. وأنا اشتقت لكم. وعنصر مباركي مباركي، وبدي أقول لك كمان الحمد لله على السلامة. خلي لي أنت خضعت العملية جراحية وربنا حفظك بنعمته وأقامك بالسلامة، وإن شاء الله إلى مزيد من النشاط والعافية. هذا الجسد المتعب بالعمل وبالجهد وبالتعب، لكن أما الجسد فضعيف، أما الروح فمستعد وقوي. ما شاء الله بتضل قوي. أنا هيدا الشهر خدمة مجتمعك أهلك وأبنائك. بعيد 50 سنة، أنا ما بحب اليوبيليات، بس بعيد يوبيل 50 سنة للشغل. اشتغل بإيدي، بلشت اشتغل كان عمري 9 سنين إلا شهرين بط أول معاش، بهلا صار لي 50 سنة أعمل. ما شاء الله لسنين عديدة يا سيد. وقت ربنا بيعطينا نعمة الصحة، يعني بعد بده منا شيء إن شاء الله على طول بإذن الله. بإذن الله، لأنه الصحة بلا قضية وبلا مشروع لربنا ما لها طعم، بتصير رزيلة. الحمد لله على السلامة، وربنا يعطيك يزيدك صحة وإيمان وعافية. شكرا. أهلا وسهلا أبونا، كيف لابورا؟ لابورا منيحة. نحن تعذبنا 12 سنة، بتعرف وأنت من الأشخاص اللي تبعتنا قديش حكينا وعياطنا، وكنت مرتين ثلاثة بمقابلات معك كنت تسمي لابورا وبوناطوني صوت صارخ بالبرية، ما بنسيهن هاو، وهيك تحملونا مسؤولية. صرخنا، تهددنا، توجه لنا انذارات من محاكم مدنية، عم نتعاطى بأمور ما قلنا حق نتعاطى فيها مثل الإطاعة العام والجامعة اللبنانية إلى آخره، ما بنرجع لهي المرحلة. وتعرقلت أمورنا بالدولة بالوزارات لأنه ما كان حاببهم الحديث اللي عم نعمله. وسنة 2017 بعشا لابورا بالكازينو قلت بكلمتي: كم نتمنى أن نرى الفاسدين داخل القضبان. ما كان حدا يسترجي يحكي هذا الكلام. لابورا اللي أنا اللي شرف مثلها، لأنه اللي شرف كون مع كتير ناس من لابورا، ضباط متقاعدين وأساتذة ودكاترة وإيكونوميست وإلى آخره، هو هن لابورا. وكنا نشتغل وكان عنا أصرار على القضية. وقت اللي بلشت هالمرحلة الجديدة، سميها ثورة، سميها حركة، سميها البدكة، هيدي المرحلة وصار في وعي على صعيد لبنان. نحن إذا بدك انبسطنا، ابنك اللي كنت تستحي فيه أو كنت عم تكبر وصار كبير وصار هو يحكي، وفلتت الأمور بالدولة والعالم صارت تحكي الإشياء بصراحة. كنا نمرق الأرقام، مرق رقم على وسيلة إعلام، تاني يوم يودوا وراي بالكنيسة شكوا عليك الوزراء والنواب، وتلفن فلين من محل فلين زعلانين وعم تحكي بالحقوق المسيحية وإلى آخره. يعني كان في قضينا 12 سنة نشتغل على موضوع الفساد وموضوع كتير قضايا، بس ما حدا كان منتبه للقضية. وقت اللي صارت هاي القصة حتى من مسؤولين الكبار بالدولة، ما بدي سمي لأنه كنت مع مسؤول كبير من فترة، قال لي وصلنا للكلام اللي كنت تقوله لابورا. مثلا تعطيك مثل حتى ما نكون عم نحكي، وقت اللي صار كانوا عم يدرسوا سلسلة الرتب والرواتب مجلس النواب، حكيت مع كذا مسؤول، رحت لعندهم أخذت لهم ملف عن موضوع التوظيف، وكلهم تقريبا وكانوا هؤلاء الأشخاص بذات الوقت عم يطلبوا ملفات من مجلس خدمة المدنية من التفتيش المركزي، وكان عطول وصلنا على سلسلة الرتب والرواتب. كان عدد الموظفين بالدولة الرقم 165,900، على أساسهم زادت سلسلة الرتب والرواتب. نحن الرقم اللي كان عندنا 358,000، وصار قصة. وحتى أنا أحد الوزراء قال لي بنرفع دعوة لأنه عم تحكوا كلام منه دقيق، قلت له أنا مستعد بوجهك رفع دعوة، بس هيدا الرقم 358. اليوم وين ما بتحكي بوسائل الإعلام ومع أي إعلامي أو باحث بيقول لك عدد الموظفين بالدولة هو 360,000، وكان ما كان، لأنه لو وقت سلسلة الرتب والرواتب ما تنعمل بهاي الطريقة ولو يكون في دقة أكتر كنا ما وصلنا لكتير قصص اليوم وصلنا لها. فإذا نحن كلابورا وكمجموعة كبيرة وغيرانة على لبنان وبتحب لبنان، كل اللي عملناه اليوم عم نشوفه كل طفل، كل إنسان، كل امرأة بلبنان عم بيقولوه. بس أكيد ما وصلنا للنتيجة اللي بدنا إياها، إنه يصير في عنا وطن حقيقة
نحن اللبنانيين بيستحقوا وطن، بيستحقوا وطن، يكون عندهم وطن. هالشي بعد ما تحقق بس كلنا رجع وإيمان أنه رح يتحقق، لأنه آخر شيء ما بينتصر إلا لبنان بال 1452 وما بينتصر إلا الحق، شو ما تأخر الحق بده يرجع. فهيدا الأمل اللي عنده إياه لابورا، عشان هيك اليوم عندنا مشاريع، يمكن غيرنا شوي باستراتيجية تبعولنا، لأنه كانت استراتيجية تبعولنا هو إعادة التوازن لمؤسسات الدولة. اليوم هذا الموضوع يعني مش عدلنا فيه، بس اليوم صار عندنا هم تاني، لأنه اليوم في كتير ناس تركوا شغلهم إلى آخره. اليوم صار في ناس عم تدق أبوابنا. اليوم عندك نحن مثلا بلابورا موظفين 13,000 شاب وبنت، في الموظفين بالدولة ما عندهم مشاكل، الموظفين بالقطاع الخاص حوالي 4,300 نصهم تركوا شغلهم. اليوم نحن عم نجي عم يدقوا بوابنا انه دبروا لنا شو ما كان، بس خلونا نشتغل لانه عيالنا بدها تاكل. يعني هيدي الصعوبة اليوم عم نواجهها. اكيد هلا بنحكي اذا بدك شوي عن تغيير الذهني، لانه في شيء كثير مهم منهم اشعينه الناس، انه بلشت تتغير العقلية اللي بتودينا لطريق الخير. صحيح. خلينا تفضل، خلينا لو يعني هالحلقه كلها لحضرتك، انت انا خليني شو عم بتفكر خليني شو بده يصير. نحن مثلا بال2000 وقت اللي عملنا اخر دراسه عملناها بال2019، اخر 2019 يعني بعد مرور 12 سنه بالضبط على تاسيس لابورا، نحن مقدم عنا على لابورا بالقطاع العام 29,000 شاب وبنت، وعلى القطاع الخاص 17,000. هودي ملفاتهم عنا وظفنا منهم 13,000. في عنا بالدراسة في ناس لقينا لهم فرص عمل أكثر من 4 مرات، لأنه إذا بتفوت على الداتا لعنا نحن كل واحد من له فرص عمل أكثر من 4 مرات ما عاد بنفتش له على شغل، لأنه بيكون في مشكلة. اليوم يعني هلأ صحيح فرص العمل قلت، بس عم يجينا فرصة فرصتين بالأسبوع، ما حدا عم يسألنا شو الشغل عم بيشتغلوا. يعني مدير بيقول لك انا مستعد اشتغل شوفير، مدير بيقول لك مستعد اشتغل ناطور بنايه بس طعمي ولادي. هالشي ما كنا نشهده قبل. فاذا نحن اليوم بلبنان بالمجتمع تبعونا في تغيير للذهنيه، واكيد الوضع ان شاء الله بيكون للافضل، بس اذا الوضع سيء رح نروح لاكثر. فاذا اليوم في تغيير ذهنيه، انه نحن لانه بالقديم علمونا اهلنا مش عيب اذا اشتغلت، ومش نوعية الشغل اللي بتعطيك قيمة، هو كيف أنت بتشتغل بتعطيك قيمة. بقى اليوم أنا وقت كنت روح على باريس أدروس كانوا يقولوا لي ما كنت صدق أنك تروح على شانزليزي، هودي السيارات الخضر اللي بلموا الزبالة من الطرقات، كل اللي بيشتغلوا عليهم هن تلميذ بسموهم دكتوراه، يعني مقدمين دكتوراه عم يدرسوا الدكتوراه، كانوا يشتغلوا على هاي المكانات تيطلعوا مصروفهم بالجامعة. فإذا اليوم هيدي الشغلة لازم أول إيجابية صارت بعد اللي صار بلبنان، إن كان مع هالحركة الانتفاضية وإن كان مع كورونا، إنه نحن وصلنا لوقت إنه نغير الذهنية ونقول شو ما كان ببلدنا بنشتغل فيه لأنه بدنا نعيش. الشغلة التانية اكتشفنا مع بعضنا قديش ما في كوميونيكاسيون بين البشر. نحن بنقول بالإعلام في انفورماسيون يعني معلومة وفي تواصل، عندنا كتير معلومات، رأسنا عم يجعنا من المعلومات، بس ما عندنا تواصل، ما بقى منقعد مع بعضنا، ولو قلناها شوي فيلجير ما بتلعب طاولة ما بتلعب ورق، صار في أنانية، كل واحد عنده قوت تلفزيون بقوته انترنت وكمبيوتر. اليوم هالشي اللي عشنا، يعني أنا ككاهن كتير سمعت كوبليت قالوا لي نحن قلنا 15 سنة مزوجين، كنت مناسب نتعرف على بعضنا، كنت مناسب نلتقي. في ناس لا كان عندهم مشاكل مخبية بينت. يعني هيدي تغيير الذهنية، وأنا بتمنى من الكنيسة ومن المجتمع المدني والجمعيات يشتغلوا على المستقبل على تغيير هذه الذهنية. لأنه أنا وقت اللي بيجيني بالسنة 1180 كانت سنة 2018، 1180 فرصة عمل للابورا، هاو بيجونا عنا موسقين وبتوظف 150 شخص، يعني خسرت 1000 فرصة عمل. يعني في مشكلة بمجتمعنا. وقت اللي أنا خيي مهندس بسأله بيقول لي نحن كنا بالصف تخرجنا 38 طالب، في أنا واحد من رفقاتي بعده بلبنان والبقية هاجروا. بقى هيدي الأمور أنا بتصور رح توصلنا لذهنية جديدة، انه نقدر نقبل نشتغل، يعني نكون ببلادنا
مثل ما بيقولوا، ما بدي أقول فلاحين، متواضعين أحسن ما نكون أمرا برا. وكمان وخاصة اليوم عندك مناسبة هي أنه كل العالم مثل بعضه، كل العالم مثل بعضه، يعني كل العالم، يعني اليوم كانوا يحكوا الأمريكان أو يحكوا بوسائل الإعلام العالمية أنه الجيش اللبناني عم يقمع الشعب. اليوم زيت التعابير عم يستعملون بأمريكا، هلأ ايمل ايم بأمريكا انه ترامب ودى الجيش يقمع الشعب. اليوم نحن عايشين ببيت، كل العالم بيت، التحدي موجود قدامنا بلبنان، موجود قدام كل عائلة، موجود قدام كل اقليم، وموجود قدام كل بلد، انه نغير ذهنيتنا ونرجع ننطلق للعلاقة الانسانية السليمة، للعلاقة الانسانية اللي بتخدم. بقش في حدا احسن من حدا، ما بقى في اليوم اللبناني، مين بيسرجي اليوم بلبناني يقول انا والله احسن، انا بيتي احسن من بيتك او مستوي اعلى من مستويك، لانه انت عندك سريلانكية انا عندي ثلاث فلبينيات. اليوم ما بقى فيش تدفع اجار، هو الفلين بدون يفلوا، يعني بقى من هالمنطلق. يعني اليوم، اليوم معاش اللبناني انه شوف ملا علامات من الله، ما بعرف انه ما بدي احط شيء على الله، بس انه قراءات الازمنه انه اليوم الفلبينيه او السريلانكي اللي بتاخذ $250 احسن استاذ بالجمهوريه اللبنانيه ما بيقبض $250. $250 يعني نحكي مليون وطلوع. بقى من هالمنطلق اذا بدك، اذا بدك ورقه هالتين اللي كنا عم نتخبى فيها، متخبى فيها بكبريائنا، متخبى فيها نكذب على بعضنا، متخبى فيها بدولتنا انه ماشي الحال ماشي الحال، بنتدين وبنكمل. هلا علينا نرجع نبني، علينا ان نبني معا لبنان. من شان هيك نحن بلابورا هلا عم نغير. يعني اليوم اذا بدي اقول لك كان يجينا 1180 فرصة عمل بالسنة، نحن بحوالي 12 سنة اجينا حوالي 14500 فرصة عمل، هاو اشتغلنا عليهم بقطاع خاص، وظفنا منهم بحدود 4300. الدولة وظفنا حوالي 9500 من اصل 31000 فرصة عمل امنتهم الدولة اخر 12 سنة. بس اليوم هودي راحوا، اليوم ما بتعرف القطاع العام أي متى بده يرجع يستعيد عافيته ويرجع يحطوا دم جديد ويرجع يفوت شباب والدولة تدفع. هيدي الشغلة يمكن صارت بعيدة. القطاع الخاص اليوم في مؤسسات عم تسكر. نحن بلابورا حطين حل عم نشتغل عليه وبلشنا نشتغل عليه، هي نبلش أول شيء نحن كلابورا، بعدين بمجتمعنا الضيق لحولينا، بعدين على صعيد الوطن. ونحن عنا سلسلة التحرك مع الوزارات المعنية ومع أصدقائنا بالبلد أنه نقدر نخلق روحية جديدة، اليد العاملة اللبنانية. يعني اليوم لأول مرة جمعة الماضي بينطلب منا 4 نوطير بنية لبنانية مثلا. اليوم إذا نحن عنا 200 أو 300 ألف فرصة عمل للأجانب بلبنان، أنا بدي أخذ نصهم، 150 ألف فرصة عمل، شو ما يكون عمار بالزراعة، بدي أخذ نصهم ونوظف لبنانية. هيدا أول مشروع، إنه إعطاء الأهمية القصوى والأولى لليد العاملة اللبنانية. تغيير ذهنية، إذا هالذهنية بتضل تتغير، مثل ما أنا إجا لعندي شخص كان عنده شركة تجارية قال لي بطلع $10,000 بالشهر، هلأ عم بيقول لي شغلوني شو ما كان، زراعة، شوفير، بنظف بالمكاتب، بس شغلوني، عندي ولاد بدي أخذ لهم خبز. فإذا تغيير ذهنية بتوصل لأنه نجي نقول نحن لبنان أولا، مش بالسياسي، لبنان أولا، أنه وظف لبناني، أنه ساعد عائلة لبنانية، ونقدر من هالكم الكبير. وهالشي رح نعمله على صعيد كنسي وعلى صعيد مدني، لأنه كمان نحن مطلوب منا على صعيد الكنسي أنه اليوم أنا إذا فيني أحضن عائلة أو اثنين أو ثلاثة بالدائر، بدل ما أحضن ثلاثة عيال أجانب، هيدا مش غلط، لأنه إذا بتفكر بحيلك، ولأنه الحب يبدأ من الذات. هلأ بتعرف هو جمعيات ما بعرف شو اسمهم بصيروا يحكوك بالعنصرية، بصيروا يحكوك بكتير أمور، يسمحوا لنا ما عليه، لأنه وقت بيكون وجودك مهدد وحياتك مهددة، ولادك بدون يأكلوا، يسمحوا لي بموضوع العنصرية وموضوع هيدا. لا، بدنا تنعطى الأولوية لليد العاملة اللبنانية، يكونوا اللبنانيين لهم أفضلية. وهيدي حبين ننظمها. نحن جمعة الجاية عنا اجتماع مع وزيرة العمل كرمال هالموضوع ومع كل المعنيين، بدنا اليد العاملة اللبنانية. بالأول كانوا يقولوا اللبناني ما بيشتغل، ويقولوا اللبناني بده متطلبات. اليوم مستعدين،
بقى هيدي أول شغلة. الشغلة الثانية، نحن إذا الله راد ب 15 حزيران رح نبلش دورة تدريبية مع اليو اس ايد ل 600 شاب وبنت تنعطي نتفة رجع، لأنه من جد يعني شبيبتنا قاعدين بالبيوت بقى 600 تقريبا 600 شخص أو 480 شخص حتى أكون دقيق، رح ندربهم لمدة 3 شهور على الأمور اللي بيعزوها بكل الوظائف، وهودي عطلين عن العمل، هو كانوا عطلين عن عمل قبل موضوع كورونا. رح ندربهم تقريبا 90 يوم، بعد هالتسعين بكل المناطق اللبنانية، بعد هالتسعين يوم إن شاء الله نتأمل يكون الوضع تحسن، بدنا نوظف 40% منهم، يعني نأمن وظائف. بس المهم بهذا الموضوع إنه بين التدريب والتوظيف رح نعمل لهم استاج أو وركشوب لحتى يفوتوا على الوظيفة مرتاحين، لأن إحنا بنعرف إنه المشاكل اللي بيعاني منها القطاع الخاص بموضوع التوظيف هي إنه الشباب والصبايا عم بيروحوا معهم الشهادات محترمة من جمعيات محترمة، ومثل ما قال لي أحد رؤساء مكاتب الهندسة بتطلب من المهندس ينزل يعمل لك خارطة أو يعمل لك طريق مدخل البنية ما بيعرف يلقط المتر بإيده لأنه ما عمل استاج. بقى هيدا بدنا نعمله لحتى هالشباب يتدربوا يعملوا استاج ويروحوا على الوظيفة، وهالستاج رح يكون مرتبط بالوظيفة. يعني اليوم في عنا ناس مقدمة كانوا مدراء بشرك أو مدير مبيعات أو مدير مستودع، اليوم قابل يشتغل ما بعرف ساعي بريد، بدك تدربه على هاي الموضوع لأنه هو اختصاص وغير شيء. إذا الله راد تنين 15 حزيران رح نبلش بهالدورة. ديجا اجتنا موافقة على الأسماء اللي قدمناها لليو اس ايد، وان شاء الله بنتامل يعني بنخلص الدوره بايلول، متاملين انه الوضع يكون احسن، وتقدم لنا مجموعه وظائف من خلال مشروع اللي رح نعمله اليد العامله اللبنانيه. اولا بنمشي بهيدا الموضوع اليو اس ايد بنخلصه، والشق الثالث هو عم نجرب قد ما فينا. يعني نحن كنا يمكن عاملين جروب للأزمة، بلشنا بحوالي 20 الأول مجموعة كبيرة من اتحاد أورا، التقينا مع بعضنا مع مجموعة كبيرة من الأحزاب ومن المرجعيات والجمعيات وإلى آخره، وقتها فكرنا أنه إذا كبرت الأزمة وين رايحين، وطلع بوقتها كنا أول ناس إذا بدك، بس ما حكيناها بالإعلام، كنا أول ناس بيفكروا بموضوع الزراعي. ومن وقتها لهلا يعني نحن كنا عم نعمل دراسات ونركض، وكانت العالم عم تركض أكتر منا، واللي كنا بدنا نعمله بهيدا الشيء إنه يصير كل واحد يعمل حديقة ببيته، هالشي تحقق حقيقة. اليوم لا، بدنا نكمل إنه ينعمل مشاريع زراعية صغيرة تقدر توظف ناس. نرجع لأنه نحن من الدراسات اللي عملناها والفكرناه سوا، اليوم عندك بلبنان بالعالم كله في أكيد مثلا اقتصاد أمريكا بيعتمد على يمكن مصانع السلاح، اقتصاد السعودية بيعتمد على البترول، احنا ما عندنا سلاح ولا عندنا بترول لحديت هلا، بس الدول الناجحة اليوم معتمدة على الصناعة، معتمدة على الزراعة وعلى السياحة، مش حيضل البلد هيك. بقى اليوم إذا نحن بنرجع بهاي الأزمة نفكر نخلق بالسياحة بالزراعة بالصناعة شغل صغير لمجموعات، هالشي بيخلينا نتطور، وخاصة أنه بلبنان اللي بتعرف أنه الميزان التجاري العاجز هو 17 مليار دولار، لأنه لبنان بيستورد بيصدر حوالي 7 مليار أو 4 مليار، بيستورد 21، يعني العاجز 17 مليار. اليوم في إشياء فينا نصنعها ببلدنا، يعني اليوم القطعة الحقها 10 دولار طار حقها 40,000، 40,000 يمكن فيك تصنعها بلبنان ب 7,000 10,000. بقى بهيدا الجو نحن بنعتبر يعني بنعتبر وأكدين أنه عملنا رسالتنا بلابورا، مع أنه مش هيدي الفيناليتي تبعونا، لأنه الفيناليتي تبعونا أو النهاية أنه نخلق نحافظ على هذا التنوع في لبنان.
بإدارة الدولة وين ما كان. هلا موجود مش بالكمية الكافية، بس للأسف في عنا عقلية بعد. وأنا شفت إنه آخر 10 سنين بهالشغل اللي عملناه أكتر ناس بيحكوا عن الطائفية والطائفيين هن ناس طائفيين. يعني كيف بدك تطلع من عقلية هالطائفية؟ اشتغلنا كتير على موضوع المادة 95، وانعمل كذا وركشوب مع رجال دين من كل الطوائف، عملنا وركشوب مع سياسيين إلى آخره. إنه اليوم نبلش نلغي الطائفي من نفسيتنا، إنه خيي أنا اليوم عندي ابنه لجورج وابنه لمحمد وابنه لمروان مقدمين على وظيفة، بنقي مين اللي عنده واسطة أكتر أو اللي عنده كفاءة أكتر بقى. واليوم هيدا الموضوع مربوط بسيستام. يعني اليوم أنا إذا عندي جامعة بتطلع نوعية منيحة من الطلاب، يعني هاي الجامعة ولادها رح يتوظفوا لأنه رح ننقي النوعية، مش إنه هيدي الجامعة ما عندها واسطة سياسية ما بيتوظفوا. هيدا كله مربوط ببعضه بقى. من هالمنطلق أنا عم أقول إنه اشتغلنا على موضوع المادة 95، اشتغلنا على موضوع إلغاء الطائفية، اشتغلنا على موضوع الكفاءة. أنا ما كنت عم طالب بالتوازن تقول إنه المسيحي لازم يأخذ محل أي إنسان آخر. عنا مشاكل بلبنان، عنا مشاكل بالتوظيف مسيحياً إسلامياً بغض النظر عن الطوائف. يعني بغض مش إنه مشكلة الإسلام أو المسيحية، مشكلة هيدا السياسي من هيدا الطائفة وهيدا السياسي من هيدا الطائفة. فإذن عندك هيدي أول مشكلة. اليوم أنا بدي حول هذه المشكلة إلى نعمة، إنه أقدر أنا خلي شبيبتنا يفوتوا على الوظائف ويكون الأولوية للكفوء، لحتى الولد من هو صغير يقدر يقول أنا بدي أشتغل تأعمل مهندس بوزارة الإشغال، مش بدي ربي واسطة حتى بس خلص الجامعة يفوتني على وزارة الإشغال. يعني أنا بقول لك مثلا سنة 2008 بتشرين الأول 2008 عملنا أول دورة بالدولة، بتصور بوزارة الاقتصاد والتجارة، وقت عملنا دورة لأخصائي تغذية، كانت أول دورة بنعملها بتاريخ لبورة. اجت عائلة بيقولوا لي بنتي مقدمة عندكم، البدك يعمل حط لنا محل ما بدك بس محل تغتني دغري. يعني تصور واحد جايب هالعقلية. أو مثلا وحدة اجت عم تقول لي ابني ما قبلوا لي بالدرك بدك تعملنا واسطة، عم بسألها ليش ما قبلوا بالدرك، قالت لي ما بيعرف يقرأ اسمه. انه بقى اليوم بالفعل بوقت من الاوقات حولنا الدولة لمعهد معاقين. لا، الدولة فيها ناس كفؤين وفيها كفاءات والى اخره، بس هالفوضى اللي عايشينها انه اليوم انت بتفوت على مجلس نواب محترم في 128 نائب، ما عندك دراسة كان في موظف بالدولة، ما عندك دراسة. إذا عملوا سلسلة الرتب والرواتب، خلينا نودي حدا من الأو تي في يعملنا تحقيق كيف تم تطبيق سلسلة الرتب والرواتب على موظفين الدولة. أنا مستعد جيب لك وراء رسمية من الإدارات إنه واحد رئيس دائرة فايت سنة 1995 عنده ذات الشهادة وذات الكاليتي تبعوا الإكس، الإكس بيقبض 1,100,000 وبيقبض 4,300,000، لأنه وقت إجوا طبقوا سلسلة الرتب والرواتب، ناس طبقولونيها على أساس المعاش، ناس طبقولونيها مع الأوفر تايم وكلها، وتفرق الأمور. طب كيف طبقنا؟ شو الآلية لحتى نطبق سلسلة الرتب والرواتب؟ بقى هيدا كله صدقني كنت روح يعني على لقاءات مع رؤساء الجمهورية، مع رؤساء الوزراء، مع أوقات نستحي نحكي بالملف، نطلع على وسائل الإعلام تقوم لقيمة أنه يا أبونا لي عم تحكي. مرة سمعت أحد الأشخاص بيقول لي عم تخترعوا الأرقام، بعدين تبين أنه كل الأرقام اللي عملناها مضبوطة، بس ما حدا واجه، ما عنا مواجهة. اليوم المواجهة نجي نقول يا خي بيتي عم يخرب بدي زبطه، بيتي عم يخرب بدي عمره. ما كان عنا هيدي الجرأة. مشان هيك لابورا اليوم هي موجودة عم تعمل شغلة، أكيد عم نعدل ببعض البروجيات، مبسوطين إنه صار في وعي، ولو وناطرين هذا الوعي أن يتحقق من خلال أعمال حقيقة بتبني، مش إنه بس. اليوم صرنا بكل وسائل الإعلام، أكثر وسائل الإعلام بالصالونات كله حكي وعن الفساد، ومعروفين الفاسدين ما حدا بيسترجي يسميهم.
والبلد خربين والدولار وغلا وطيب شو عم نعمل؟ شو عم نعمل تنغير؟ شو عم نعمل بهذا الموضوع؟ يعني مع انه يعني على الارض يعني انا بلاحظ انه الناس غيروا، يعني اليوم الناس كان عندها سهوله المره تعمل 3 طبخات أو 4 طبخات بالاسبوع بلحمه الغنم، اليوم لا بيعدوا بتقول بعمل طبخه لانه صار الكيلو ب 55,000. عرفت كيف؟ بس اليوم اللي بدنا نغيره الجوهري هو طريقة حياتنا، طريقة عيشنا، طريقة تفكيرنا، كيف بدنا نزهن شبيبتنا، هودي اللي عم يتعلموا بالمدرسة إن شاء الله يرجعوا قريبا على المدرسة، كيف بدنا نزهنهم، كيف بدنا نوعيهم. إنه أنا سأبت عشت بمجتمع متعدد، مجتمع كانوا يخلفوا كتير، أنا ما حدا قال لي بعمر 9 سنين روح اشتغل، أنا كنت شوف خيي وإختي ما معهم يلبسوا، لحالي أنا فهمت إنه لازم روح أشتغل، ومن المصريات اللي بدي جيبهم أقدر ساعد أهلي، ما فكرت لا روح جيب سيلولار ولا ما كان في عايمنا أو لعبي، فكرت إنه مسؤوليتي كخي سأبت الكبير بالبيت حسب الزمن لازم روح أعمل شيء تساعد أمي وبيي. أنا كنت أشتغل، كنت روح على المدرسة، كنت داخل ببيروت بالمعهد الأنطوني، كنت أشتغل أخلص المدرسة بأيار اشتغل حزيران وتموز وابو ايلول، واوقات اشتغل نص تشرين واكلها بهدله من مدير المدرسه اجي مأخر، 4 اشهر اشتغلون مع اوفر تايم يحسبوا لي هون 8 اشهر، اقبض المعاش خبيه اخر الصيفيه، شيل حق الكتب لانه بدي اجيب كتب المدرسه، بس ما كنت شيل القسط، كنت اشتغل بالدائر تيسامحوني بالقسط، وودي المصريات لاهلي تيعيشوا فيهم مع اخوتي بقى. بس نحن اليوم لا، لازم نقلهم لشبيبتنا ونوعيهم انه ما بقى نضحك عليهم. يعني اليوم الصيني او الياباني او اي واحد بيطلع بيفهموه انه انت كيف بدك تنجح، كيف بدك تشتغل، كيف بدك تعطي. بقى نحن اليوم لا، انه انا ابن انسان مرتاح ما في لزوم اشتغل، بطلع عاطل عن العمل قبل ما بلش، هيدا بيو فقير بده يشتغل تيساعد اخته. يعني بدنا نرجع شوي هيك ندوزن حيلنا على صعيد ونرجع حتى مدارسنا، بكرة بس يرجعوا المدارس، برامج المدارس لازم تتغير. يعني اليوم معقول أنا اليوم فكرت أنا يا خيي بدي اعتبر معي كورونا، انصبت بالكورونا، يعني إذا ما في مكان التنفس الاصطناعي أنت بتموت. هيدا الخوري بإيطاليا بميلانو مرض بالكورونا، اشترعية جمعت مصاري وقدمت له جهاز تعطوا له بالأوضة تما يموت، أخذ الجهاز وقدمه لشاب الرعية عم بيموت، خلص الشاب وميت الخوري. يعني اليوم تصور العالم وعظمته، العالم وغنيه، العالم طلع على القمر، الصواريخ اللي عنده إياها، البواخر، الإلكترونيات، مش قادر تحدي طبيعي من الطبيعة واحد نقدر نوقف بوجهه. مشان هيك بدنا نرجع نفكر اليوم الأديان بتجنن، بس شو بيجمع كل الأديان؟ الله. صرنا نفكر إنه الله ممكن يكون هو من الحلول الممكن إنه اليوم نقدر نعيشها إلى آخره. اليوم عندك باز إنه الله بيوحد كل الناس، الجوع بيوحد كل الناس، التهديد مستقبلنا بكل الناس، إنه مش بس بلبنان وقفت المدارس، بكل الكرة الأرضية. كنت عم بقرأ أحد المقالات بالفيجارو من شيء بنص بعشرين أدار، حدا كتب عن هيدا الموضوع وعمل استاتستيك إنه كل يوم بأمريكا كل يوم كل 24 ساعة في 40,000 رحلة بقلب أمريكا داخلية، وبيضربون كل رحلة ب250، هاو كل يوم بيتحركوا، كله وقف، الكرة الأرضية وقفة. نتخيل نحن الكرة الأرضية كيف كانت مغلفة بالطيران اللي عم بيطير بهالجو والعالم عم تنقل، وصلنا لوقت ما فيه. أمام هذا التحدي الكبير، عرفت كيف؟ ما يعني بدنا نرجع نحن نقول كيف بدنا نعيش، كيف بدنا نفكر، الله شو بيعني لنا، الإنسان الآخر شو بيعني لنا. إنه اليوم بلشنا نشوف بلبنان ناس عم تأكل من برميل زبالة، آخر مرة فرجونا صورة عن كوب اللي عم يأكل من برميل زبالة ووحدة حبلي. طيب وبعدين وين بدنا نوصل؟ هالتضامن قديش مهم التضامن. يعني تخيل، مع انه انا ماني مع، بس اليوم المعه 10,000 دولار صار مثل المعه 100 مليون دولار،
اثنيناتهم علقانين برقبة البنك ما فين يجيبوا مصاري. يعني مثل ما هيدا اللي عنده عائلة بده يجيب $100 من 10,000، هيديك كمان بده يطلع له $100. ليه؟ لأنه هذه العولمة اللي رهننا عليها وهذا التطور وصلنا لوقت أن نطرح أسئلة عن وجودنا وعن صحتنا وعن العالم كله. من هيك أنا شايف أنه الأزمات اللي مرقنا فيها، إن كان هالانتفاضة اللي صارت وإن كان الكورونا اللي هي مشتركة بكل العالم، هي نعمة أنه نرجع نفكر حقيقة كيف بدنا نرجع نعيش وندوزن حيلنا، قدي نحن منقدر مش قديش نحن منحلم ومنتخيل. يعني أنه أنا اليوم بعد فيي أعمل أول قربانة لابني وأدفع $2,000، بعد أنه هل مسموح أعمل أول قربانة لابني وجيب له الزفة؟ طب إذا أنا جبت الزفة بأول قربانة شو بجيب له بالعرس؟ إذا أنا بجيب له سيلولار وقت بيعمل ساتيام شو بدي جيب له بالترويزيام؟ شو بدي جيب له بالترمينال؟ بقى بدأ شوية هيك بقى هالفترة أنا بحسها نعمة من الله، مش المرض نعمة الفترة، إنه نرجع هيك نحط حيننا بكادر إنه يخيط عوي يا شباب شو بنا شو مضيعين ونريحين شو عم نعمل. بتصور إنه بيرجع المجتمع بدوزن حيله، لأنه تنوصل لهيك حيلة أو لهيك أحوال من صدفي. أبونا أكيد. حضرتك هالفترة كلها بلابورة والاحتكاك بالناس والتعامل والتواصل والمعاطاة مع الدولة مع القطاع الخاص مع القطاع العام مع كل شرائح الناس، هل برأيك قادر اللبناني بالفعل يغير برغم بيواجه الضغوطات الكبيرة من الكورونا، من الأزمة الاقتصادية، من الأزمة المالية، من التحول الكبير في العالم، قادر اللبناني يغير بالفعل؟ عندك اقتناع انه بيقدر يغير؟ انتبه عم اقول بيقدر يغير او يتغير. لا يتغير هيك قصدي، يعني ايه بيقدر يتكيف مع الوضع ويعمل يلي حضرتك عم تحكي ايه عنه هلا. بس التغيير بالمعنى انه انا بمشي على الاشاره الحمراء بدي اتعود امشي على الاشاره الخضراء او القانون، لا بدك فورس ماجر اقوى منك، انه اول مره بيحطوا له ضابط مليون، تاني مره 3 ملايين، بعدين بينكسر بيحبسوه بيشلحوا الدفتر. يعني انا بقول هيك بدنا جماعه، بدنا حدا بيفهم، بدنا مجموعه بتفهم تحط قوانين وتطبقها، بالتغيير بيصير حتمي. انا بقول لك انا بعرف ناس، يعني انا عندي اصدقاء مشتركين وعندي اصدقاء بفرنسا مثل ما عندي بروسيا وبامريكا، بروح لعندهم او بسافر، كانت هلا مش عم سافر لي فتره، بسافر لعندهم. طيب يا خيي هو زيته اللي بيدعس فريم ببيروت، هو زيته بيدعس فريم بالمانيا، طيب ليش بالمانيا قبل ما الاشاره الصفراء بيوقف قبل ب5 امتار الاشاره الصفراء، هو زيته ببيروت بشفط، طيب ليه؟ لانه هونيك في فورس ماجر بتقول له اذا بتخالف على الاشاره بشلحك الدفتر، هون ما فيش فورس ماجر. او بالاحرى مره كنت على المطار جاي، بقى وقتها كان في ظروف بيروت، كان من عشية طلع انفجارات وقصص تصير مشاكل، ما كنت حب حدا يوصلني، اخذ تاكسي هيك بريح راسي ما حدا بيصير له شيء. بقى ناطر اخذ تاكسي بلاقي شخص قدامي بيقربني واقف وعم بيصرخ بعدين عرفت انه انا وهونيك انه جاي حدا ياخده بعرب سيارة ما فيها نمرة وعم بيصرخ على الدرك كيف بيوقف السيارة، وقال له أنا قربتي هو مسؤول عن المنطقة بخلي فك لك رقبتك للدرك، إنه يا خيلك بدك تفك له رقبته وأنت مخالف. بقى كمان ما يكون عندنا سهولة إنه دغري نلقط التليفون، ولا أنا بعرف بصير نربي ضباط ونربي ناس سياسيين لحتى بس ننزرك ونخالف القانون مستعين فيهم، لا هيك ما بدك، منشان هيك بدك حدا نضيف يجي غير الدولة ويكون قدوة ويبلش له ولا عائلته ولا حدا حولي بزعبر. هذا التغيير. هلأ التغيير على صعيد شخصي انه انا قد ما ره بنتي وقد ما كنيستي تحط علي شروط عويد بصير يقولوا لك الناس ليش هيدا ما بيعقبوا، ليش هيدا ما بيعم. في عندك شغلتين اساسيات بالحياة هن الاخلاق والضمير، اذا ما عندك اخلاق وضمير يمكن بتسكت قدام ناس بيخوفوك بس بعدين تعمل بدك. عندك شغلتين بالتغيير الشخصي، بدك قناعة وبدك مجموعة قيم تتغير، بس بالتغيير المدني بالقوانين بالتطبيق القوانين بدك قوة رادعة توجعك،
توجعك، مش انه واحد معتر مدري شو صار له ابنه يحو عند بجده راح تجيبه سيئة برقمه مش زوج واليوم بده يمشوا للمفرد. بس واحد تاني عنده ضابط صاحبه شو ما بيصير معه بتلف، مش مزبوط هيدا التغيير ما بيصير. ونحن اليوم بلبنان بأحسن وضع لنقتنع بالتغيير، بأحسن وضع تنغير الذهنية، وبأسوأ وضع إذا بدنا نكمل مثل ما نحن، لأنه بده يوصل لوقت بدنا نوجع أكثر. والإنسان القوي نحن مثل ما علمونا هو الإنسان اللي بيعرف يتأقلم. يعني اليوم إذا بتشوف الحية كيف بتفوت بالحائط، بتقب صغير قادرة تمدد جسمها قد ما عندها قوة التأقلم. وهيدا نحن اليوم بننجح وقت بيكون عندنا قوة التأقلم، بس كمان بزيت الوقت لا يخفي التأقلم. ما المطلوب انه نحط أسس علمية تنحنا نقدر نعيش، أسس علمية، النظام، القانون، الدولة بدها تتغير، تفكير الدولة بده يتغير. أنا مني مع اللي قالوا أنه اللي عمله بشارة الخوري واللي عمله صائب سليم ما بقى موجود، ما بقى يسوى اليوم، بدنا نغيره. لا، بدنا نرده للأصل. بيقلك الإنجيل بالكتاب المقدس: وفي البدء لم يكن هكذا، وفي البدء لم يكن هكذا. ولا إنسان حتى إذا بتحكي على الصعيد النفسي، ما في إنسان بالدنيا سيء لأنه بحب يكون سيء، سيء لأنه تربى هاي التربية. نحن بنعرف باسكال بتصور قال إنه كل من يتألم يؤلم، يعني بتتألم ترجع بتألم بتخلي غيرك يتألم، لأنه هيدي الإنسان بتشوف إنسان رجل أعمال ورائع ومدري شو، بلحظة من اللحظات بيفرط قدامك كله سوا بدموعه لأنه عنده مشكلة ما لقى حدا يحكيها قدامه إلا أنت، بيفرط قدامك. ليه؟ لأنه كان كل فترة عم يكذب على حيله. بقى من هالمنطلق في عندك التغيير الشخصي بده قناعة. أنا فت على رهبنتي، أوكي رهبنتي عندها قناعات، أنا عندي قناعات، بس أنا وصلت لوقت القناعات اللي صارت عندي أخذتها من رهبنتي، بس بزيت الوقت صارت شخصية. يعني إذا رهبنتي بتتركها لهي القناعات أنا ما بقى أتركها لأنه أنا التزمت فيها، بس باختياري. عشان هيك نحن بنسمي ندورات عنا النزر الاختياري مش الإجباري، يعني رهبنة بتجبرنا فيه. أنا هيك بشوف. أبونا أنا كمان كنت عم بسألك، الشباب والصبايا اللبنانيين أولادنا رح يكون عندهم هذا التقبل لتغيير نمط حياتهم من خلال العمل بأشغال ووظائف ما كانوا قبل يفكروا أنه بيشتغلوا فيها، وما بتخطر على باله أنه الظروف بدها توصل لهون، وبذات الوقت طيب كيف يحطوا حالهم بهذا. عندك إيمان واقتناع بقدرتهم على التكيف؟ أكيد. مثل ما منروح نحن كنا على غير بلد ونشتغل بوظائف ما حدا بيشتغل لهون بلبنان، كل الوظائف شريفة، كل الوظائف نظيفة، وكل الوظائف يلي بتخليك بعرق جبينك وكرامتك تطلع مال، هيدي أشرف مهنة بتكون بغض النظر شو مكانك. في شغلة يمكن أول مرة بحياتي بقولها، أنا كنت أخ بروما سنة 83، من 83 ل 89، وبيتنا كان مثل السفارة، كل اللبنانية يجوا لعنا والآخرة، وعملنا كتير خبرات حلوة بهالفترة. ما رح أقول لك أسماء احتراما لمهنيتي ولا كهنوتي، قديش في ناس لبنانية معروفين ومن بيناتهم فنانين كبار كانوا يروحوا ندبر لهم شغل على محطات البنزين بروما، واجي على لبنان اسمعهم عم بيقولوا انه كانوا برحلة عم بيغنوا، كانوا انا بعرفهم بالاسم. وفي احد الاشخاص وقت جيت على لبنان صار كتير مشهور، بقى بدي اطلب منه موعد ما قدرت وصلت له تسلم عليه. بقى انا بقول لا، فينا بيتغيروا، بس هي الشغلة الاهل لهم دور، المدرسة، الخوري، الشيخ، انك تخلق انت هيدا الجو، انك تعطي قيمة. طيب انت إذا أنت ما بتعطي قيمة لجسدك، إذا ما بتعطي قيمة لروحك، إذا ما بتعطي قيمة لحياتك، شو بدك تقلها لبنتك أو لابنك عطوا قيمة؟ ما هن كلنا بنعرف خبرية مقلة الخشب، ما أعرف إذا بتعرفها. لا خبرنا. مقلة الخشب حلو كتير، زلمة بس بيو كبر شوي وبلش إح ويتعب، بيقوم بياخده بيحطه بمقوى بس شي تعتير. وقتها
بقى وصار ياخذ له اكل مره بالجمعه، يقول له ابنه يا بابا ليش ترك جده ولا كذا، يقول له يا بابا اشتقنا لجده ومدري شو مدري شو. بقى بلش يكبر ابنه وهو عم يساله هالاسئله، ما كان بي يجاوبه. هون نهار قاعدين بالبيت على الغداء، بقى شو كان يعمل البي؟ عمل لوح خشب مثل مقله هيك، يحط عليها الاكل مره بالجمعه وياخذها على بيو، او مدري حطه بمغاره وكان ياخذ له يكبل له الاكلات من مقله الخشب. بقى قاعدين على الغداء بشوف ابنه جايب شقفه خشب وعم ينحت فيها، بقول له لك يا ابني شو عم تعمل؟ قال له عم حضر لك مقله الخشب. قال له لي، قال له مثل ما عملت مع جدي بدك بدي اعمل معك. ما هي الشغله يعني اليوم حدا بيعرف خبريه التياب المخزقه منين اجيت؟ التياب المخزقه اليوم مش اكبر موضه؟ صح. هلا واحد بيكون مخزوق خمس مرات ما حد 20 ايه وحقه غالي ايه وغاليين. هيدي المصمم الازياء جورجيو أرماني جورجيو أرماني كان عنده خي كتير فقير ومعتر، هن كانوا فقراء اساسا. بقى بيقوم مدري شو عم يعمل بالبيت، استعير الجاكيت خيو، بقى مدري شو عم يعمل حرق له الجاكيت. بقى بتقوم امه، هو امه بيرتب له اياها بالليل لخيو، وبيروح تاني يوم بيلبسها وبيروح على المدرسه. صاروا يضحكوا عليه التلميذ، صار يطلع انتبه انه عم يضحكوا على كمه المخزه. اجى على البيت صار يبكي، قال له خيو جورج تذكرني بدي اعملها موضه وخلي كل العالم يفتخروا بتيبهم المخزه، كرمال خيو عملها وظبطت. يعني اليوم بدك تخلق ثقافه، يعني اليوم اذا البي والام بيربوا على طريقه بيروح الواحد على الكنيسه الخوري بيقول له غير شيء. واحد بيعرف انه نحن اوقات بنقعد بنوقع بديلام. انا في استاذ علمني بالجامعه اللبنانيه بعضه طيب كتير بحترمه وبقدره، علمني وكان مسؤول عني بالجامعه بالاعلام. تعرف شو مره قال لي يا ابونا اتفقوا على خطاب واحد تنعرف شو بدنا نصدق. بقى اليوم هيدا كله بده نهضه، الاهل، المدرسه، الدائر، الجامع الى اخره. اليوم يا خيي بدي اقول لك شغلي، كل انسان اليوم مين بيعمل الشغل بفرنسا؟ اليوم بقانون فرنسا ممنوع منعا باتا، انا فرنساوي معي الجنسيه، انا بدي افترض زعلت وتعبت فليت من لبنان ورحت قعدت بفرنسا بدي اقدم على شغل، اذا انا بقدم على شغل بيعملوا المغاربي معهم جنسية المغربية مش الفرنسوية، في مغاربة فرنسوية بيروحوا بيشحطوا مغربي لأنه في فرنساوي طالب يشتغل شغلة ما بيشتغلوا ولا فرنسوية. هذا القانون. أنا اليوم وقت بيكون في قانون حميني، وقت اليوم إذا بدك تشتغل سياحة بلبنان ما بدنا نفكر بس بالسنين العجاف، بدنا نفكر بسنين الخير. جاي سنين الخير ما راح يضلنا هيك بلبنان، ما نضلنا متشائمين. وبتعرف هيدي قصة سنين الخير وسنين العجاف. بقى واحد فقير كتير وولاده جيعوا، قال له لمرته يعني شو بدنا نعمل؟ قالت له خلينا نصلي. قعدوا يصلوا بعد شي شهرين ثلاثة ظهر له الملك، قال له ليك لك رسالة من الله، لح يجي سبع سنين خير قد ما فيك عبي لأنه بدي يجي بعد منهم سبع سنين جوع. قال له أوكي. بيقوم ببلش الله يبعثهن يصلوا الله يبعث لهم خير. قال له هيدا الزلمة قضاها وين في فقير وين في محتاج، كل المدينة حولاي صارت منيحة. بقى اجى لهون نهار لعند مرته قال له يا مرة دخلك صار ميرق شي تسع سنين هيت والله ما بيعرف يعد ناسي. قالت له صلي خلي الملك يجي لك. اجى الملك قال له يا عمي ذكر الله انه سبع سنين خلصوا هيت ما بيعرف يعد لازم هلأ يجوا سنين الفقر. قال له لا الله بيعرف يعد بس ما رح يخليك أكرم منه قد ما كان يعطي. بقى لا فينا نغير بس بدنا نخلق، ونحن اول ناس بلابورة رحنا بالتوجيه، موضوع التوجيه السليم بالمدرسة، التوجيه السليم لشبيبتنا، التوجيه السليم انه اليوم مثلا بقول لك يا خيي شو وظيفة الدولة؟ خلينا نعتبر اخي لانه اخر شيء الدولة بدها تكمل وبدوا يكملوا بناء الجسور وبناء الطرقات، ان كان قطاع خاص اذا بكره تحولنا لقطاع خاص بلبنان وان كان كقطاع عام، بس انا بدي افترض رح نضل مثل ما نحن. طيب اليوم انا اذا عندي شاب شاطر بالهندسة وعمل لي طرقات وبنيات مثل قطر ومثل هالدول المتطورة في اجمل منها، ليش بدي انا ربي الولد بالمدرسة
أو بالجامعة على إنه وظيفة الدولة أو إنك تنخرط بالدولة شيء ما بيسوى. ليش ما هيدا؟ ليش بدي ربيه إنه وظيفة الدرك أحسن من وظيفة الجيش؟ لأنه الدرك فيك تأكل الجيش وتضب مصاري، الجيش يمكن تموت على الجبهة. هيدي الأمور لازم تتغير. نحن أول ناس طرحناها بالتوجيه، مثل ما انه نحن ضد التوجيه اللي بيعملوه اوقات بالمدارس انه خيي لازم تعملوا هيدا الاختصاص. ليش؟ لانه هيدي الجامعه عايزه تلميذ. لا يا خيي، بتشوف اي اختصاص بيلاقوا فيه شغل. بدك تخلق ذهنيه اختصاص يؤدي الى وظيفه وليس اختصاص يؤدي الى العطل عن العمل. صح. اليوم 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 قديش في ناس عم بتعاني. هلا في وقت من الاوقات كل بيقولوا لك يا خيي لا ما تدق بهذا الموضوع لانه لولا من المغتربين كنا متنجوع. طيب هلا في ناس اهلهم مغتربين، هن هون اولادهم مغتربين مش قادرين يودوا لهم $50. بقى لا، اليوم فينا حقيقه نشتغل على موضوع الذهنيه وننجح كتير بموضوع الذهنيه، الا اذا بدنا نضلنا هيك. ساعتها بتاسف يعني، يمكن انا وياك ما بقى تحرز مفل، بس اولاد خيي واولادك واولاد اولادك ما عندهم مشكله، لانه بدهم شيء يثبتوا عليه. انه اليوم ساعة بدك تحكيني خطاب طائفي وساعة بدك تحكيني قانون. طيب خي مشي القانون على طول وبلا الخير، مشي القانون، مشي المحاسبة، مشي الشفافية. اي شو كيف بدنا ياكم، كيف بدنا نتعاطى معكم؟ انه انا مثلا كنت عم تقول بكل لقائتي هاو انه ياما في خطابات بتنعمل بالسياسة كلها كذب، انه حتى اوقات انه نطالب بحقوق لطائفة او طائفة. يا خي على راس وعيني طالب انه يكون في كفاءة بالدولة، طالب انه يكون في امتحانات نزيهة. بالزمان قامت القيامة علي قدمت مشروع لمجلس وزراء ولمجلس الخدمة المدنية انه نحط كاميرات مراقبة بامتحانات مجلس الخدمة المدنية. قامت القيامة انه شو هيدي الشغلة؟ طلبنا مثلا انه يا خي بدل ما تعذب ابن امهز من الهرميل على بيروت على ساقية الجنزير تيعمل فحص بمجلس الخدمة المدنية، وديه على المدرسة الرسمية بزحلة أقرب له أو فر له بنزين، عملوا لا مركزية بموضوع الامتحانات، عملوا لا مركزية بموضوع هيدا. ليش كله بيروت وبالوقت ذاته؟ عملوا حطوا كاميرات، خلي العالم تتنفس. هيدا اللي بده تغيير، هيدا اللي بده شغل. بس للأسف وقت بيكون عندك سيستم مركب غلط، ما في بدك تفوت فيه، بده يهرمك السيستم، بده يفرمك فرم، وبدك تظهر منه بتموت الجوع. بدك تخلق سيستم جديد، هيدا السيستم ياخذ الانسان بعين الاعتبار. يعني انا بدي اقول لك شغله، في شخص بعزه وبحبه كتير، ما بدي اجيب يعني اقول اسمه، عنده اولاده مزوجين برا عايشين بسويسرا، بيجوا لعنده مره بالسنه. مره عزمني على عشاء قال لي بدي فرجيك شغله، انصدمت. ولاده واحد عامل وزير كهرباء بالبيت، واحد عامل وزير طاقة، واحد عامل وزير أشغال. هيدا وزير الطاقة بالبيت، هن بيطلعوا ولاده شي 12-13، بده يبرم على الحنفيات كل البيت والطوابق إذا في نقطة مي عم تنقط، لأنه عم نهدر المي بالطبيعة. الورق هودي، هيدي العقلية. إنه أنا بكون كنت بأمريكا عند ناس لبنانيين بيت مسلم، اول مني واصل وعم يستقبلونا وقاعدين عم نعمل عصرونيه، قاعد ابنهم عم يدرس على الارض. شوي فجاه قلت لك ابنهم وقف وعمل هيك، قلت لهم شو في؟ قال بس يسمعوا الاولاد اي نشيد وطني، بيكون في حفلات او بالاخبار بيحطوا حفله بالنشيد الوطني الامريكاني، بتلاقي دغري الولد نط ووقف تحيه للوطن. هيدي شغلات بدك تربيها مع يعني انا كنت التقي مع كثير اوروبيين. انه تعطيك مثل كتير بسيط، انه مره كنا بروما عم ندرس مع استاذ علم الاثارات، كنا بالمدينه اللي هو قسطنطين القديس اغسطينوس منا وامه هيليني. بقى تعرف نحن كنا جريحين من لبنان وطيف عقليتنا، وكان حرب بلبنان وكل يوم يقولوا لنا 100 ناس والى اخره، ومسكر راسنا. بقى عم نبرم على الاثارات، في بير قديم عليه هاي غطا، في بساين قعد على البير، إما أنا وواحد لبنانيتين قرصناه بدينته، إنه قد ما عم يهتموا فيه الأجانب انقهرنا، إنه عم يهتموا بالبساين ونحن عنا القتلة بالميات بالنهار. تعرف ضلينا 5 سنين بالصف ما يحكوا معنا إنه كيف قرصنا البساين. لا، لأنه العقلية عندهم، عقلية الأذى كتير قليلة مش موجودة.
عقلية انه تتطلع بغيرك شو بيعمل. ما بتقعد مع فرنساوي وبيخبرك ما بيعرف جيرانه انه هاي ظهرت مع فلين وهيدي بدنا نغير. يعني نحن اليوم ما منعت الهم، مش بس لبنان عم بيعيني، اوكي لبنان يمكن عم بيعيني دوب لوضع اقتصادي، بس امبارح كانت البرازيل، اولت امبارح كانت اليونان، وبكره جاي غيرنا. بس وضع عالمي، العالم كله بده يرجع يعيد جوهر وجوده، بده يرجع العيد القيم تبعوله، العولمة مش ظابطة، بدنا نرجع نخلق شيء سيستم يجمع كل الناس أحسن. أنا بشوفها هالقد إيجابية، والله عطينا يعني نحن بلبنان عطينا كتير طاقات. يعني تخيل كنت هيديك اليوم بدير الأحمر عم يحكيني شخص متخصص بزراعة الكرمة، بيقول لي عم قل له إنه نحن كنا بمنطقتنا تبرم من شليفة لتوصل على ظهور الأرز وعينيتها ما بتشوف شجرة خضرة. أنا اليوم بتحديك إذا بتلاقي تل صغيرة بور كلها مفلوحة ومزروعة عريش، بيبيعوا كيلو العنب تحت الشجرة تحت $2,000. عملوا دراسة طلع أهم بيت بالعالم من ناحية الريحة والطعمة واللون هو بهاي المنطقة. الماي اللي الله عطينا إياها، إنك بتكون بالمرة ناس أصحابي بفرنسا بدهم يخدوني مشوار على التالش بباريس، بقينا شي 7 ساعات توصلنا على التالش. يعني اليوم الله عطينا نعم، بس وعطينا هالبلد نحافظ عليه نشتغل عليه. ما فيك يا خيي قد الضيف في أكتر إمبراطور، خلينا ناخد نبوخذ نصر في أهم منه. وقت الميت نبوخذ نصر وصى 3 شغلات للمستشارين تبعوله، قال لهم أول شيء بيحملولي التابوت تبعولي الأطباء تبعولي وبتفرشولي الطريق اللي بدي أمشي يحملوني علي على القبر، الذهب تبعولي المملكي وبتفتحولي إيدي برات التابوت. قالوا له أمرا وطاعة نحن سننفذ، بس بنحب تشرح لنا ليه بدنا نكب كل ذهب المملكة على الطريق اللي بدنا نحملك فيها. قال لهم لحتى تقولوا للعالم كل ذهب العالم ما بيخلي إنسان ما يموت، ليش بدنا نفتح لك إيديك تكل العالم يشوف إنه بس نموت ما بناخد شي معنا، لا الأرض اللي تقتلنا عليها ولا البيت يا خي. إذا بترصد الأخبار والأطباء. في إخوة بيقتلوا بعضهم على 10 متار أرض، والأطباء تيقول لهم قد ما يتطور الطب العالم حد يضلوا الناس يموتوا. صح. بقى اليوم ممتاز. اليوم في قناعات، في اشياء مشتركه للمسلم بيختلف العلاية ولا البوذي ولا هيدا، هي يعني مشتركه فينا نبني العالم على اساسها وفينا نبني لبنان على اساسها. اليوم بقاش فيك تقول الشيعة جيعانين او المسيحي جيعانين. اليوم بلبنان في ازمه بطال كل الناس، بقاش تحكيني مسلم مسيحي، احكيني جوع، احكيني اقتصاد، احكيني ناس محتاجه. حتى الكرتون اللي عم نقدمها ملغومه ومسيسه، انا فيني ساعد من دون ما حدا يعرف وقطع مدتها. ايه وقطع مدتها بدنا نقلل حقيقه، بدك تغير يعني اليوم عندك نعم بيطلعوا المواد فيها قاطعين مدتها. ايه وما هي بتصير صالحه المواد اللي فيها بس تتصور بالتلفزيون، انه فيها تكون صالحه من دون تلفزيون. يعني بقى من هالمنطلع عم اقول لازم يصير في عنا ندفة التغيير بالذهنيه، ولازم نساهم أكتر حقيقة بخدمة الإنسان كإنسان. بقول لك بصراحة أنه يعني اليوم بدي أعطيك شغلة كنت عم بحكيها أنا ورئيسي بالرهبني من سبت الماضي، أنه أنا يا خيي بشتغل مع الناس، تعودت لأنه لابورا عودتني اشتغل مع الناس ليل نهار. بس اليوم أنا إذا عندي 30 مدير مدرسي ما بيقدروا يفكروا إلا مدرة مدرسة، إذا سكرت مدرسة شو بك تشغله؟ بقى اليوم لا، بدك يمكن أنا اليوم كراهب أرجع أشتغل بالأرض أزرع وأفلح مثل مرشاربيل، يمكن مدير المدرسة يضطر يقعد على السنترال لأنه منك قدر تجيب موظف تدفع. فإذا عندك نعمة هالوعي وهالتغيير وهالشي اللي صار، وعم قلك بصراحة أنا بعرف ناس يعني بروح لعندهم على البيوت، من في ناس كتير غيرت بمصروفها، غيرت بطريقة تعاطيها، غيرت بطريقة أكلها. مجبورين يعني محترم، أنا قصدي أنه إيه لازم يتكيفوا مع الوضع ويتأقلموا مع الوضع ويغيروا، مش هيك؟ صحيح. شو بيعمل واحد إذا كان راتبه صار بيقبض نص
وعلى الدولار صار ثلاث مرات أقل. صح. يعني رواتب بالقطاع الخاص غالبيتها اللي بعده محظوظ وبعده بشغله عم بيقبض نص معاش، وهذا النص معاش على الراتب القديم. صحيح. على الدولار القديم، على الدولار الجديد، يعني صار بيقبض 10 أو 20% من قيمة راتبه الأساسي اللي كان يقبضه قبل الأزمة. يعني نزلت معيشته. صحيح. 4 مرات بالناقص، ما هيك؟ 4 طوابق تحت الأرض نزل الزلمة هلا. إيه بس أنا بدي أقول إنه بكل اللي عم بيصير، بكل اللي عم بيصير ما بيستاهلوا الناس والبلد تنخلصوا. ما بدي أقول لك ضحي بكل شيء عندي إياه كرمال الآخرين، بس ما في ضمير مسؤول انهز بعد، ما في ضمير. إنه كل اللي صار ما بيهز ضمير حدا، ما فيش حدا بيقول أنا غلطت بحياتي السياسية خلال 30 سنة، ما فيش حدا بيقول أنا سرقت 100 مليون بدي أرجع رد 50 مليون للناس وبطلب الغفران والمسامحة منهم. شو هالتشبس وهالتعنت بالخطية وبالغلط وكل اللي عم بصير ما بيقدر يهز ضمير العالم. يعني معناتها أنه أو حط ضمير حطينه بحديد سميكته متر أو ما في ضمير. بس اليوم اللي عم بصير بالعالم وبلبنان لازم يهز ضمير العالم. يعني في عندي شخص صديقي عنده صبي وحيد وهو أحواله كتير منيحة، بيجيب له كل سنة على العيد هدية ما بدي أقول لك $10,000، كل عيد $5,000 بيجيب له هدية. كانوا يختفوا الهدية. هوني مرة هو عم بيخبرني قدام ابنه، قال لي هوني مرة جيت لعند ابني قلت له تعال هون، وين عم بيروحوا على هدية؟ طلع سيقبت ابنه هو بالمدرسة، راح على مأوى في هودي الأولاد المتروكين وتعرف على ولد ما عنده أم وبي، ما عنده شيء، صار بيو جيب له شغلة يخده هو لهيدا الولد. قال له أنا كيف بدي ألبس بوت حقه $200 في ولد ما معه يأكل؟ صار هيدا الصبي يأخذ الهدية ويروح على المأوى عند الشاب الولد اللي تبنيه. يا عمي طيب ولو إنه ما في ضمير، وين ضميركم يا مسؤولين؟ يا عمي المسؤول ضميره شو يعني؟ يعني يا فلان يا مسؤول أين ابنك؟ أين أخاك؟ يا قيين ماذا فعلت بأخيك؟ هيدا السؤال. ماذا يعني مسؤولية؟ مسؤولية يعني إنك تكون مثل ما علمونا باللاهوت إنه شو يعني أسقف؟ أسقف جاي من ساسة، ساسة المدينة يعني ساعد على تسيير أمور المدينة من أجل الأفضل. طيب إذا أنت مسؤول ومنك ما قدرت عملت الأفضل، اطلع من عزلتك، اطلع من أنانيتك، اطلع من البزخ اللي عايشه، خلي يتحرك ضميرك وتقعد وتشوف الناس. يا أخي أنا عم قلك أنه مني أحسن من غيري، بس وقت اللي بشوف إنسان عم يأكل من زباله بيصير معنا حالات. نحن ككهنة يمكن أوقات في ناس بيحطوا ثقتهم فينا، في إلك إشياء ما إلك عين تخبرها، ما إلك عين تقولها. أوقات $100 بتخلص عائلة من الانتحار. طيب وما بتنام أوقات كل الليل ما بتنام إنه يمكن بعد فيني أعمل أكتر مع هوني. طيب كيف اليوم مسؤول بينام عم خدته، بلد عم يخرب، عالم عم تتفكك، عيال عم تجوع، كيف؟ هيدي مش قدر أفهمه. ما بدين حدا، ما شغلتي دين حدا، بس اليوم وأكتر من هيك في ناس ضحت بهيدا البلد، في ناس تعبت بهيدا البلد. طيب هاو الناس اليوم بتلاقي اللي تعب وضحى جيعان، واللي ما تعب وضحى وسرق مرتاح. كمان هيدي ضد العدالة الاجتماعية. الله ما بيريد إلا العدالة. بعدين لا دين ولا سياسي ولا أي شيء بيبرر إنك تظلم إنسان. المسيح يا خيي، المسيح شو بيقول؟ بيقول لك أريد رحمة لا ذبيحة. وشو يعني رحمة؟ يعني انك ترحم انسان. شو يعني ذبيحه؟ انك يكون يسوع بالذبيحه. عم بيقول لك اريد رحمه لذبيحه، واذا تذكرت ان لاخيك شيء عليك فاترك قربانك واذهب وصلحه. يعني المسيح عم بيحط المقياس الانسان اولا، مش هو. اليوم المسؤول بيجي بيحلف اليمين على القران والانجيل. هيديك اليوم حطوا شغله على الواتساب على وسائل التواصل الاجتماعي انه اغلى قران واغلى انجيل هن بلبنان. قال لا، قال اكثر قران وانجيل لانه انحرف عليهم كذب بلبنان.
اغلى قران وانجيل بلبنان، لانه قد ما بينحلف عليهم بالكذب ما بيجوز. يعني هيدا نحن محبتنا بكل محبتنا. انا عندي اصدقاء سياسيين واصدقاء مسؤولين، وبعرف شو بيقولوا لي وبعرف شو بقلون، بس انا ما بقبل. يعني انا وقت بسمع من وزير ومن وزيرين ومن نيب ومن عشرة انه ما بنقدر نعمل شيء، انا بحلف لك بحياتي وكل اللي حولي يعيشوا، فيك تسألهم اذا بنعمل حلقة هيك بقول لك فلين وفلين، اسأل جورج واسأل ريمون واسأل منعم، انه كنت قل لهم عطول وقت لبقصر بشغلي بتشوفوني مقصر دغري قولوا لي ابونا لازم تقدم استقالتك وتفل. ما ممكن مسؤول ينام ليلة يحس مقصر ما يقدم استقالة. هيدا اللي نحن بنتمنيه اليوم يتغير. نحن كلابورا وكمجموعة بأورا وكل هالشي اللي عملناه، إذا بدك صار لنا 21 سنة بنشتغل للعام وبالبلد، لا بدنا نحكم حدا ولا بدنا ندين حدا، بس نحن بدنا إنه الإنسان يكون معزز ويكون الإنسان هو بتصور كنت معنا بروما سنة ال سنتين لا كنت معنا بالسينودوس لا سنة كنا ببلجيكا 95 كنا لا ايه. بال95 كنت كنا ببلجيكا هلا من سنتين. لا عم بحكيك وقت عملنا السينودوس من اجل لبنان اول مرحله. هلا كنت غير محطه ايه بس مش ايه. مع حدا ايه, ايه لا كان في وفد اعلامي لبناني مهم كتير بروما، اخذوا لنا موعد من البابا يوحنا بولس الثاني تيستقبلنا نهار الاربعاء القديس العظيم. وصلنا على الموعد بيطلع لي الله بيحبني بده يوصل لي رساله، طلعت كرستي حد كرسي المهاتما تبعوا البوذيه بالعالم بتعرف هو اعلى، وجاي باللباس الرسمي اللي هو شقفه قماش هيك وشقفه دلاي لاما ايه، بقى مساقب معه السفير تبعوا اليابان، بقى بيحكي تلياني، بقى انا وناطرين البابا تيجي، بقى حكيته للسفير انه هل بيأمن رئيسكم بيأمن بالكنيسة وبالبابا وهيدا، صار يترجم له. الله كان شانس كبير وكتبتها بالمجلة مجلة الشباب هاي المقابلة على الواقف عملناها. بعرف شو بيجاوب وبيقله قله لألي انه انا مش مأمن بالمسيح ولاني مأمن بالكنيسة، بس انا مأمن بإنسانية هالبابا وبقيم وأخلاق هذا البابا، انا بحب هيدي القيم وهي الأخلاق الكين مسيحي أو غير مسيحي. بقى اليوم الجوع الخطر الخوف المرض يجمع العالم، بدنا يطلع من هالشي حلول. مثلا بلبنان يا خيي جرب حلول انطرحت للمركزية، تعالوا نجربها، تعالوا نقول لهم بدل ما يكون عندنا بلدية نعمل قضاء نقول له تعال حكم حيلك دبر تمويل حيلك وكذا. يعني طب ليش كله مسكر مسكر مسكر؟ ممنوع تحكي بهذا الموضوع، ممنوع تحكي بهذا الموضوع، انه وقت منصوص عنه بالطائف انه بعد لليوم انا بعد بجيب لك المركزيه الاداريه منصوص عنه بعد بجيب لك لليوم ناس بالدوله وانا مسؤول عن كلامي وبيعرفوا بالتفتيش المركزي وبيعرف المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم معطيهم إيهون. بعد لحديت هلأ بالدولة في ناس بيشتغلوا خمس وظائف بيقبضوا خمس معاشيت، بيروح على وظيفة بيقبض خمس وظائف. طيب أي متى بدنا نوصل لوقت نواجه هالأمر ونقول نحن مستعدين نغير؟ هيدي بدها جرأة، بس هيدي فضيلة. يعني هيدي على القليلة على القليلة إذا منك قدر تعمل لك حق تقول ما بقدر بعمل، بس ما لك حق تقول أنا مسؤول لازم أعمل بس ما بقدر. ما بتقدر بدأ إن شاء الله. إنه أنا بقول إنه مثل ما بتقول ماجد الرومي إن تخرج من رحم الأحزان إن الثورة أو إن المحبة أو إن اليوم اللي عم بيصير بده يودي لمحل، وإن شاء الله هذا المحل. وأنا بقول التاريخ رائع عطول بيرجع بيودي لخدمة الإنسان. إن شاء الله اللي عم بيصير إنه يقدر يؤدي لخدمة إنسان. اللهم إذا حقيقة غيرنا الذهنية إمنا بالآخر، الآخر اللي ما بدنا نسيطر عليه. اليوم أنا بطرح سؤال عزيزي، أنا بدي أعتبر جبنا طبيب قلب عالمي، بدنا نفتح قلوب اللبنانية، هل بنلاقي بقلب كل لبناني خارطة لبنان كاملة؟
هل بنلاقي لبنان بقلب كل واحد منا، أو بس بنحكي بلبنان بس بدنا نجيب مصاري وبس بدنا نجيب وظيفة وقت الحشرة بنحكي بغير لبنان؟ أنا بقول إنه اليوم عنا كتير سبل وحدي، أرزة لبنان بتوحدنا، خارطة لبنان بتوحدنا، محبة لبنان بتوحدنا، طاقة لبنان بتوحدنا. ليش عم نركز بس على الأمور السلبية؟ يا خيي أنا ما بدي ابن جنوب يحكي زيت الخطاب اللي بيحكي ابن كسروين. روح مثل ما بنقول نحنا، كان في شخص ما كان محبوب كتير من المخابرات العربية اسمه سعد الدين إبراهيم، كان عنده مركز ابن خلدون بمصر معروف، بعدين اتهموه بالعمالة مع الأمريكان، ما بعرف شو صار فيه. دعينا على مؤتمر ب ب بالقاهرة بال96، كان برعاية رئيس الجمهورية وقتها حسني مبارك. بقى بكلمة الافتتاح كان عم بيقلنا انه اللي بيجمعنا هو 80%، هو كان عم بيقول سوق الحميدية بيجمعنا، نروح نلعب بالشوارع القاهرة بالليل بيجمعنا، نروح نتسوق، وما يفرقنا هو الجامع والكنيسة 20%، لأنه بس روح الجامع المسيحي بيروح على الكنيسة ما عاد بنتلاقى. بمعنى أنه في كتير أمور اليوم بتوحدنا، حتى الله اللي بنختلف عليه أوقات مختلف عليه لأنه كل واحد له مصلحة بيوحدنا. فينا نستفيد من هذه الوحدة، نفتح صفحة جديدة بس على أساس اللي حكيناه من الأول. يعني بدي سامحك، بدك يعني اليوم نحن بيقولوا اليوم ما فيني أنا أجي أقول لك والله جورج قول فعل النديمة بدي أعرفك بالقوة، بدك تجي تقول لي أنا يا خيي حس بالذنب وحس أنه غلط فيك تسامحني؟ ما ممكن واحد يغلط ويحس بالذنب إلا ما الله يسامحه، بس ما فيك اجبرك انك تطلب المسامحة. كل اللي عم بيصير بهالبلد كله وصلني له بعد 30 سنة، الافليس، الهدر، سرقة المصاري الى اخره، ما بيخلونا نوصل لوقت نقول انه كفى واجا وقت التغيير واجا وقت انه يكون الانسان هو القيمة المطلقة. انا هيدا برايي سؤال لكل واحد منا مهما مين ما كان، وعنا عكس ما عم ينحكى. وانا بشوف انه لنا بحاجه نطرح موضوع التقسيم، ولنا بحاجه نطرح موضوع انه كل واحد يعيش ببيته وكل واحد يعيش بمنطقته. عنا كتير ايام واواصم مشتركه، بس بدنا نقشعها ونفعلها ونلاقي دوله واداره يعني حكومه تقدر تشتغل على هذا الاساس. عندنا طاقات ونرجع، بس أول شيء يا خيي أول شيء براسنا بدنا نسكر حدودنا. يعني أنا اليوم إذا عندي مشكلة ببيتي أنا ومرتي وولادي، أول شيء بدي سكر بيتي أتفهم مع مرتي وولادي وأتفهم على سياسة بيتي، بعدين بشوف الجيران شو بدهم. نحن أكثر اللبنانية راسهم مش بلبنان، جرايهم بلبنان راسهم غير محل، وهيدا الخربنا محترم. من وقت ما بلش 17 تشرين، حضرتك هالشغل كله يلي عم تعمله، حدا من الحراك من الصبايا من الشباب من المجموعات الحراك حدا حاول يتصل فيك ويسألك شو عندك معطيات وشو فينا نساعدك وانت شو فيك تساعدنا حتى تنورنا؟ لانه نحن بدنا نحط اصبعنا على الجرح وعلى مكان من الفساد والخلل وماذا يحصل داخل هذه الدولة. سؤالي هو هل اتصلوا، هل حدا يعني من الحراك اللي بهمه كل المواضيع كل هالمقاربة القيمة اللي عم تقدمها حدا اتصل فيك؟ تقول لك شغلة معلي ضميريا، أنا كتير تأثرت باتصالك. شو قلت لي؟ اتصلت فيي قلت لي وينك يا أبونا مش عم تبين، حبين نسمعك كتير. يعني طريقة حكديسك معي كأنه عم تقول لي وينكم غيبين. صحيح. وسألت عني، يعني عم تستفقدني. لا أكيد حبيب قلبي بقى أنت. نحن ما بدي اقول لك وبشع مثل ما كلمه انا بشعه كلمه نحن بشعه، بس كجروب ما بقدر خبرك قد اشتغلنا من 17 تشرين لحال. ما برافو عظيم. ها وعملنا فريق كبير ما بس كل الاحزاب. اوكي. وحتى عملت فريق من رجال دين كلهم من كل الطوائف، اشتغلنا كتير. بس الغريب بشغلنا انه ولا مره طلعنا بالاعلام. ما هيك قصدي مشان عرفت كيف. بس بما انك سالتني رح جاوبك. مثلا عملنا لجنة اسمها لجنة الاقتصاد، اللجنة الاقتصادية الاجتماعية، لقصة مساعدات وكيف هذا قبل ما تبلش المساعدات.
عملنا لجنة سميناها لجنة الحراك، ولجنة سميناها لجنة الحوار بين المكونات اللبنانية والأحزاب. ومن ضمن الشغل هو أنه اليوم نحن بنحب كمجموعة، ما منحب ننتمي لحدا، منحب ننتمي للبنان. أكيد. هلأ بتسائب أوقات بنصيب بموضوع معين بهيدا الحزب أو بنصيب هون، بس منا مع حدا. هاي اللي كتير مهمة أنا وبشدد عليها بهيدا الظرف بقى. وكنا نحن مثل ما شايفين بوادر أمل بشبيبتنا، أنه شبيبتنا لأنه ما فينا نقلل أهمية عن الشفني مثل ما كنا متأملين وقت صارت 14 أدار وشفنا هالعالم مجموعة ورجعت فارطعت. كنا كلنا أمل أنه هاو الشباب بالنبطية وبساحة البرج وبطرابلس عم يحكوا زيت اللغة وعندهم زيت الهم بقى. بس كان عندنا خوف كمان احنا هالمجموعة انه الشباب عم يطرحوا كتير افكار منا منطقية. تقربنا معهم مش لحتى نتبنيهم ولا حتى نغيرهم، طب كان نفتح طاولة حوار، وهذه الطاولة ما تزال مستمرة، محل الوحيد عم نلتقي مجموعة من كل الشباب وعم نحكي مع بعضنا على الساكت بهيدي الامور. لانه اليوم في بالحراك عدة توجهات، في عدة مواضيع مطروحة، في ناس اكتشفوا انه هذا الموضوع ما بيتحقق، بدنا نغير استراتيجية تبعوله بقى. نحن اشتغلنا بهذا الموضوع مع الشباب على المواضيع الأساسية، انه انت اليوم اذا بدك تعمل انتخابات مبكرة قديش بدك وقت؟ ما فيك تطلب 6 أشهر بس. اذا بدك تعمل انتخابات كذا، يمكن افضل ما تطلب انتخابات مبكرة تنطر المجلس فتكون حاضر. اذا عملت انتخابات نيابية مبكرة كم فيك تجيب نايب؟ 8 شو بيغيروا بالمعادلة مثلا؟ بس بقول لك شغلي، انه من اروع اللقاءات اللي انعملت. وبدي اقول لك شغلي، يعني انا بجرب ما بقول كتير اشياء بتصدم يعني، بس بدي اقول لك شغلي. باحدى اللقاءات بيجوا مجموعة من الحراك، درزي وشيعي وسني ومسيحي، بيوقفوا اثنين هون اثنين هون، بيوقفوني بالنص بيقولولي بدنا ناخد صورة معك، بدنا نقول لك شغلي، نحن بلشنا نغير رأينا بالكنيسة من اللي شفناه منك يعني. وبالفعل ورجعنا توصلنا وصار تواصل مع غبطة البطرك، وقت اللي طلعنا لعند غبطة البطرك وقلنا له عم نشتغل مع الحراك شجعنا كتير وقالوا خليكم قراب من هالشباب لحتى نتحاور نحن وياهم. هيدا من أجمل إذا بدك الأشياء اللي قدرنا عملناها، إنه تعوا يا شباب شو عم تفكروا، شو الصح شو الغلط، وما منتدخل بس نحن، لا بنشجع ولا بنأنب، مش شغلتنا. أنا شغلتي اتحاور أنا وياك وقل لك أنت اللي عم تطرحه في خلل هون وفي خلل هون، انتبه. بس ما يكون موقفي منه حكم مسبق، ولا يكون موقفه مني حكم مسبق. بدي خبرك شغلي كمان وهو مني حكيون أبدا. مثلا عاملين مجموعة من رجال دين، تقريبا حوالي 20 شخص، يعني ربعهم إخوارني وثلاث ارباع شيوخة شيعي وسني ودرزي. هيدا فترة من الفترات حبوا يعملوا خيمة بقلب الحراك، انه هيك يعني، انه بس ما كانت الامور مبلشة وانه في رجع، خافوا وحدا راح حكي مع حدا، قالوا مش حاطكم. ما فيك انت تلغي حدا، لا احزاب ولا كنيسة ولا جامع ولا شيء، بس فيك تكون تعطي رجع لكل الناس، وبدك تكون ادوي بقى. من هالمنطلق نحن اشتغلنا تنقرب الوجهات النظر. وبقول لك بصراحة من دون ما نفوت بالتفصيل، بعرف كتير من هاو الشباب بكتير أمور غيروا تفكيرهم ووجهة نظرهم. بس اليوم في سؤال جوهري مطروح، أو أسئلة جوهرية مطروحة لازم يتجاوب عليها لحتى الأمور تكمل بالطريقة السليمة. لأنه إنك تقول إنه ما في مرجعية، ما بنعمل مرجعية، ما عنا مشروع عمل كذا، شوي بدأ تفكير أكتر هيك فيها تصرف بقى. هيدا اللي، وخاصة أنه عملنا هالخطوات يعني تقريبا صار لنا 6 أشهر 7 أشهر
هيدا المنويل اسبوعيا، وقفنا شوي خلال قصة كورونا وقت اللي كانت هيدا، بس تبعنا على اجتماعات على الانترنت كتير. ويمكن اذا هن بيحكوك او بتسألهم بيخبروك قديش كان تأثيرنا كمجموعة، وخاصة انه بكل لقاءاتنا كنا جمعينهم مش تنتحور معهم اكتر، تنخليهم يتحوروا مع بعضهم ونفهم اكتر عليهم، لانه هو ولادنا بالنتيجة. وانا صراحة تفاجأت بهيدا الموضوع، انه اذا عندي 30-40 استاذ بالجامعة اللبنانية بتعاون معهم، ما كنت مفكر انه من اصل 30 واحد في 29 واحد من ولادهم، او 29 بيت في منهم 29 واحد بالخيام. يعني انا شخصيا بقول لك شغلي، كلام المسيح بيقول لا تدينوا لألا تدانوا، ما كنت افهمه بالاول، بس انا اليوم بصلب هذا الكلام ولا اسمح لنفسي، وبقول له يا رب موتني وما تخليني انطق بحكم على اي انسان، اول شيء لانه مش قاضي، وتاني شيء من وضعك حاكما على اخيك. بقى من هالمنطلق موقفنا بده يكون موقف محب، تخلق طاولة حوار. صدقني بيعرفوا الشباب اللي كانوا معنا بهاي المجموعات انه انا باللقاءات الحوار ولا مرة ترقستهم، بس عطول كنت عم ضيف قهوة بسكوي. شباب شو بدك قهوة ماي؟ لا، لانه هاو اخوتك. يعني اذا بدك تفكر باسبوع بخميس الاسرار، شو عمل المسيح؟ غسلهم جريون. دورك هيدا دورك، مش دورك تكون حاكم، ولا دورك توقف مع ناس، دورك تضلك تقول هيدا الحق وتتكمش فيه وتقرب من الناس انطلاقا من هذا الحق. بس هيدي نحن، انا بقول لك وبعترف، لانه في كتير من الشباب هلا عم يسمعونا عم يشاهدونا بالتلفزيون، وديجا طرحت علينا السؤال انه وجاوبوني انه ما عم نعمل شيء لنا، عم نعمل شيء للبنان، عم نعمل شيء لربنا، عم نعمل شيء لاولادنا. وما بقدر اقول لك بما انه بلابورا في حركه وفي مجموعه كبيره الله يكترون، قديش اوقات بشوف بدموع البيات والامات اللي بيجوا على بورا حزن، وبقول لهم ليش ما عم تدمعوا؟ بقول لي هلا انا قبل ما اجي على الاجتماع ودعت ابني على المطار وجيت. وبتمنى من قلبي انه نشتغل للبنان لحتى ما يوصل لوقت بلبنان نقدر. وفي شيء بدي اقوله بالاخر بس تقول لي لا بعد ما وقت انه ما يوصل لوقت يصير لبنان مأوى عجزي. صح. يعني اذا فتح المطار ما كنا حاضرين، واذا فتح المطار وما كنا محضرين شعبنا، وما كنا عاملين له مشروع، وما كنا مأمنين له فرص عمل، وما كنا مأمنين له مستقبل، ما نتعجب اذا ما عاد لقينا شباب بالطرقات او ببيوتنا، ولقينا كلهم عمرهم فوق السبعين، مع انه هذا عمر مقدس وكله حكم. بقى منها وانتبه، هذا هالشيء مثل ما بينطبق على الشيعي بينطبق على المسيحي، لانه اذا في شيعي بيعتبر حاله هو اليوم ربحان، في مقابله خمسه شيعية بيعتبروا حالهم مظلومين، وإذا بتلاقي مسيحي بيعتبر حاله ربحان بالسياسة رح تلاقي مقابله أربع خمس مسيحية مغبونين. بقى ما نعيشه يساوي الجميع، ما التحديات الموجودة قدامنا هي ذات التحديات الموجودة على كل الناس. بقى من هالمنطلق بدنا نجرب قد ما فينا نفعل هذا المشترك ويصير هو القاعدة اللي بتحمل لبنان. ساعتها لا حدا بيطرح الفيدرالية ولا حدا بيطرح التقسيم. اليوم بيقول المطران خضر الله يطول عمره، جورج خضر بجريدة النهار بإيب سنة 2000 كاتب مقالة، بقلب المقالة بيستشهد بشغلة، يعني بيقول ما في طفل بيصرخ من دون وجع. هلا بالبسيكولوجي بيقولوا ما في طفل بيصرخ بيكون بده شيء، بس ما في طفل بيصرخ ما بيكون موجوع. الصريخ اللي عم نسمعه بدنا نستوعبه لأنه نابع عن وجع. وأهم شيء بيعملوه اليوم المسؤولين يقدروا يستوعبوا هذا الشيء. بدي أقول لك شغلة، أنا أبونا طوني خضرة، عندي خي اسمه مرشد صار عمره 50 سنة، خيي أندي كبي، يعني خيي هلأ عقليت ولد 5 سنين أو 6 سنين، هيدا الأندي كاب تبعوله.
أنا كنت أعلى أنا وخيي وقت يعصب على أمي وبيي أو يعمل مشاكل. وصل لوقت ندمت على كل شغلة عملتها معه غلط أو عيطت عليه. أنا أكيد ما بستعمل العنف يعني. هلأ بفهمه لخيي لأنه فهمت شو مشكلته. فهمت إنه هيدا نوعيتها والأشخاص خلاص صرت بفهم عليه يعني ببوسي بكلمة حلوة تقدر تربحه. بقى اليوم ما في إنسان موجوع إنه هيك طلع عباله ينوجع. هلا في واحد بيقول لك دخيلك بصير يصرخ موجوع لأنه بده يتغنج لأنه عنده نقص بغير محل. ما في إنسان بيصرخ من دون وجع. اللي عم بيصرخ للفيدرالي، اللي عم بيصرخ ما بعرف لشو، عم بيصرخ مش لأنه هيدا بس. يا خي اليوم ما في يعني. اليوم إذا بتجي بتاخد وهيدا الشيء حكيناه بالتفصيل على الطاولة هون وغير محلات. اليوم يا خي أنت كلبناني بغض النظر عن طيفتك، وقت اللي بدك تدفع ضريبة وبدك تدفع مصاري وبدك تدفع تلت معاشك بالشهر للدولة، يمكن بتقبل يروح النص، بس تعطيك الدولة مستشفى مرتبة يتعلم أولادك. إنه ما بيجوز تدفع موتير كهرباء وتدفع اشتراك بالدولة، ما بيجوز تسمع تدفع تليفون بالبيت تليفون. اعملوا لي شيء ريح، خذوا المصريات خي. ما بدنا بأوروبا ما حدا في جمع مصاري، بس كل شيء مأمن له. ما في مريض بينكب على باب مستشفى، ما في ولد أمي بأوروبا، كلهم بيتعلموا لأنه الدولة ما خي. خذوا مصرياتنا، خذوا أرضنا وملكنا، بس اعملوا لنا مؤسسات بتليق بلبنان وبتليق بالإنسان. اللي عملتولنا مؤسسات وسرقتولنا اللي عنا إيه يعني. ما بيجوز يا خي. بدي أقول لك شغلي، نحن بالجمعيات عنا كل يوم معاملات بالبنك. أنا إلي شهرين مش نزل على البنك لأنه ما بقدر أتحمل الناس اللي عم شوفهم دايما ينزلوا خي. ما بقدر نفسيا مني قادر لأنه البنك بوج مكتبي. إذا بقول لك حليت، إذا بقول لك داش في ناس يكون نازل بالأسانسير لقي مرة منهارة زوجة أو رجال منهار بقول لي عندي فاتورة ما معي مصاري أدفعها. ما عاد نزلت على البنك، ما عاد أقدر أنزل على البنك. قد ما بشوف ناس مذلولين يعني. طب شو الهم الأساسي اللي أنا اليوم بده يوجعني؟ سيارتي مش آخر موديل، أو بدلتي مش آخر موديل، أو سيلولاري مش هيدا اللي بيوجعني، هيدا اللي بيخليني حس بالوجع، أو هيدا خليني حس بالنقص، أو مجتمعي، أو الحي تبعولي مش مرتب، ما عندي جنينة عامة، ما عندي مجرير مرتبة، ما عندي أنا أولادي هيدا ما في محل يروحوا يلعبوا بالبسكليت ويرتاحوا. طب شو مأمنلن لهالناس؟ خدوا يا خي اللي بدكن ياخدوا، بس أمنولنا مجتمع، أمنولنا بلاتفورم، أمنولنا محل نقدر نعيش فيه بكرامة. هيدا كل المطلوب. وانت مسؤول عني، مسؤول عني. وقت بتقلي يا أبونا، انت سرياني وبتعرف شو يعني أبون، يعني بيي من معنى، حتى معنى الفيزيك يا خيي بيي. وانت مسؤول عني، ما فيك تقلي يا أبونا وقت الحشرة قلك تقلي بقلك اعذرني يا خيي مش قادر ساعدك. بتقلي غير اسمك، انت سمي توني خضرة، ما تسمي أبونا. انا عندي زوج خالتي مات من شي سنة، عمره كان 98 سنة، كان يعيط لي يا أبينا يا أبينا. قلت له يا عم ليه بتعيط لي أبينا؟ قال لي لأنك أنا ابنك. قال لي أنا ابنك، أنت مجبور فيي، بعيط لي أبينا. قال لي أنت مجبور فيي. مرة كان عنا أبونا باللي نحن عنا داير بطرسوس. بقى كان أبونا طوني زميلي بده يترك، بده ينقل على فرنسا، عينوه بشبونه. بقى رحت، كانوا عاملين احتفال تيودعوه. خلص الاحتفال، خلصنا القديس، فتنا على السكرستية قبل الكوكتيل. عم يشلح الأبونا تيبو، كان عم يقدسون. احنا بيجي ولد صغير بيتعبط فيه وبيصير يبكي من اللزقية. بقال له بوناطون لك شو بيك؟ ليه عم تبكي؟ قال له ليه تركنا وفيل؟ في بي بيترك ولاده وبيفل؟ صار يبكي الأبونا. قال له في بي بيترك ولاده وبيفل؟ يا أخي وين الأبوة الروحية؟ وين الأبوة السياسية؟ وين الأبوة الاجتماعية؟ هاو الناس عمين تركون؟ شو مستقبلون؟ إذا بكرة فلت الوضع ما عاد حدا قدري هدي، شو الضوابط؟ خلينا نفكر بهاو الناس. الأولوية الإنسان ولبنان. وبعدين أبونا حكينا كثير، لا عسلام، بس بدي أقول لك أنا كرجل دين مؤمن بلبنان كتبت شغل صغيرة. تفضل وبتوجه لكل اللبنانيين، وهيدا إذا بدك فكرنا فيه مع الجروب تبعولنا.
بتوجه للبنانيين وبحذرهم انه ما نكون سلبيين نكون ايجابيين. اولا ليكون ايماننا اعمق بالله وتعاليمه شو ما كان ديننا. هيدي من الحلول. تاني شغلة تواضع. بالرهبانات عنا كانوا يندروا اربع اندورة. مرة كنت مع الام تريزا القديسة بروما عندهم بالدائر. بقى بعدهم بيندروا ندر التواضع. بقى حكيتها وقتها عملتنا محاضرة. قالتنا اهم ندر هو ندر التواضع. قال له بشو شايف حيلك؟ قال له بتواضعي. بقى التواضع. نتواضع لانه بعد اللي شفناه ليس هناك غني وليس هناك فقير. وما حدا في يكون سعيد اذا ما كان عنده الشجاعة انه يشارك نعم الله اخوته الناس. تالت شغلة انه بنطلب انه السياسيين يحبوا لبنان وشعبه. قبل كل شيء. قبل مصالحهم وقبل انتمائاتهم الخارجية. وليعطوا مصالح لبنان وشعبه الأولوية قبل كل شيء وقبل فوات الأوان. ورابع شغلة لبنان رسالة وهو أمل الأجيال. كل الطوائف ما فينا نميز. عندنا 19 طائفة هو أمل أولاد وأجيال 19 طائفة. وإذا احترمنا بعضنا البعض بيحترمنا الآخرين. وما نحلم ببلد منا إيدنا مع بعضها عم نشتغل سوا. ما في بلد بينجح شعبه مقصم. بهول أربع شغلات اللي بنحبيت قولون بنهاية هاللقاء اللي حقيقة يمكن فتحت قلبي. ما بعرف خلي لي قلبي. شو طلع إشياء بتضر بهالفتحة. كل كلمة في مثل صيني بيقول الكلمة الخارجة من القلب تبقى دافئة طوال ثلاث فصول شتاء. على ثلاث سنين الكلمة الدف الكلمة الطالعة من القلب بتدفي على ثلاث شتويات. ما بعرف لي من أي رقم ثلاثة بس هيك المثل أو بالأحرى الحكم الصيني عنده المثل والحكم الصينيين الحكم الصيني رائع جدا. بتقول في الوجه فمان. هيدا وهيدا بتاكل تتغذى وبتسمع الكلمات القوية والسائفة تتغذي راسك. عشان هيك بيقولوا في الوجه فمان. أهلا وسهلا بالأبونا. أنا بدي في شغلة ولو بالآخر سألتك عنها لأنه هيدي كمان عتلانين هم للأجيال الصبايا والشباب اللي هي كانت مشاكل موجودة وقائمة لكن الخوف هلأ من تفشيها وتزيدها وتطورها سلبا لا سمح الله. في قضية المخدرات وفي قضية مؤسسة الزواج وأكيد البطالة معروف. البطالة قاسي جدا وعم بيزيد أرقام البطالة هيدي معروفة. بدي أسألك عن هول الشغلتين إلى أي مدى هذا الوضع يزيد ويؤزم ويخلي الأشياء تروح نحو السلبية أكثر بمؤسسة الزواج الإقدام على الزواج أو لا سمح الله الطلاق من ضمن الزواج. موضوع المخدرات أنا بحب كمان أسألك عنه أنت موضوع الشباب حضرتك عيشوا عم بتشوف قدامك شو عم بيصير وهذه في خوف كبير منا بالحقيقة خصوصا هلأ بهذا الظرف البشع. الحقيقة محل اللي بيكون في بطالة ومحل اللي بيكون في مثل الوضع اللي عم نعيشه تتكاثر الرذائل والأفات. للأسف إيه مثل ما عم تقول مزبوط عندنا موضوع المخدرات موضوع العيال في كتير مشاكل. ونعمل دراسة من حوالي شهر ونص على 400 كوب. الوضع ما بيبشر بالخير وخاصة بالظروف اللي عم نعيشها ويمكن هلأ ما راح تبين النتيجة تبين بعدين. من شين هيك عم نقول انه لا يعالج الشر بالشر. يعني المخدرات لا تعالج بالمخدرات او هيدا تعالج بانه معالجة المشكلة الحقيقية. لانه اليوم شاب او صبية يلجؤون الى المخدرات يعني عندهم مشاكل ببيتهم. يعني امهم وبيهم مش ملهيين فيهم ملهيين بغيرهم. من هالمنطلق لازم المؤسسات الكين الاجتماعية وان كان الغير حكومية وان كان الحكومية مدعوين كتير يركزوا على هذا الموضوع.
وأنا بقول إنه اليوم أكيد ما عندنا مدارس هلا، بس نحن بكرة إذا صار مدارس بأول السنة يعني بتشرين، هيدا الموضوع لازم ينعطى أولوية. ليه؟ لأنه في التلميذ رح يروحوا على المدرسة حاملين مشاكل أهلهم بالبيت، وفي تلميذ رح يروحوا على المدرسة حاملين الدروغ معهم. وأنا أعني ما أقول، وأنا بعرف حتى في منطقة معينة قريبة من منطقتنا بعرف إنه عم بيصير جلسات بين الشباب والصبايا بموضوع المخدرات. بقى من هالمنطلق، وخاصة إنه اليوم بموضوع تشريع الحشيشي، ما حدا ميز بين حشيشة الكيف التي تؤذي وحشيشة الإن بالطبية. بنفكر إنه إذا شرعنا الإن يعني شرعنا التحشيش. في كتير بدنا توعي في كتير أمور. بقى إيه، في خطر، في علامة حمراء بهول محلين، مثل ما نعمل حجر وشغل على موضوع الكورونا تما تنتشر، لازم ينشغل على هول الموضوع المواضيع لحتى ما ينتشروا. وهيدي موضوع أكتر من مرة حكينا فيه مع لجنه، وأكتر من لقاء عملته مع جمعيات تتعاطى بهذا الموضوع، وصار في عنا كيات وعم ينشغل. بس أكيد بقول لك إنه كل شيء عنا بلبنان الشغل غير كافي إذا ما بيكون في إيد وحدة بالمع مؤسسات الدولة والكنيسة والمجتمع المدني تتقدر تنقذ هو الناس. لأنه الخطر مش هلأ، الخطر عطول النتيجة هي بعد. بقى إن شاء الله يكون في وعي على هذا الإطار لنقدر حقيقة ما ندفع الثمن غالي ويضيعوا شبيبتنا. وموضوع الزواج بدي أقول شغلة بعد، إنه أنا مثلا بعرف يعني لأنه نحن بنشتغل على الأرض، يعني بنشتغل مع جاليري المفروشات ومعامل الخشب لأنه بياخدوا من عنا موظفين وبنعرف أصحابهم. يعني ماشي، إذا بنعمل إحصاء بسيط بلبنان تقريبا، أنا بعرف بمنطقة هذيك اليوم كنا عم نحكي كان فيها 36 جاليري كبير، بعد في 5 فتحين ما بيبيعوا شيء. هو إذا حسبتهم كل جاليري كان يبيع بالسنة حسب ما حكيت معهم فوق 120 كوبل بدو يفتحوا بيوت يتزوجوا السنة، ما في حدا اشترى منهم وفي منهم تذكروا. معناتها في عنا مشكلة باللي تزوجوا في حال ما تساعدوا ووصلوا لوضع اقتصادي صعب، وما حدا عم يتزوج. لأنه اليوم كيف بدك يعني اليوم عم نقول لهم، هلا صار في شباب وصبايا عم يقولوا لك هي انا بروح معك ابونا على الكنيسه بجيب امي وبي بنتزوج. هي المشكله بس هوني، وين بيقعد؟ شو بياكل وبيشرب؟ بده يدفع فاتوره هيدا واذا اثنين والكوبل ما بيشتغلوا. ايه بس يعني كيف انت عتلين هم وانا عتلين هم؟ انا اللي بتعجب لو انت يعني انا وياك وزراء او نواب او مدراء عامين، انه كيف بدنا ننام اذا كنا عارفين هاي الحاله؟ كيف فينا ننام؟ بس لبنان فرق ما اعمل وزير ونايب ومسؤول لخدمة الانسان، فرق ما اعمل لاستغلال الانسان. ما بعرف نحن وين، وقال لك لازم يكون الانسان بالف خير. صح، ان شاء الله سلم هالتم. انا بدي اشكرك، وانا كتير بدي اشكرك. ما لو سهلة فيك. نسينا نطلع على البلاتو هيدا. لا اسم الله عليك، اسم الله عليك. ما شكر لألك ولإدارة الأو تي في، والله يقويكم. أهلا وسهلا فيك يا محترم اللابتون الخضرة رئيس مؤسسة. وبنقدر كتير الإعلام، الداي عم يتعب والداي عم يتبهدل والإعلاميين قويت بتبهدلوا، بس الإعلاميين والوسائل الإعلام مثل الحقيقة، مين ما كان بيلطشها بس آخر شيء هي اللي بتبقى. سلم هالتم، خلي لي إياك يا رب. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم، إلى اللقاء.